السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة مقدمة لطلبة المرحلة الأولى في قسم الرياضيات كلية التربية للعلوم والصرفة جامعة بابل في مادة أسس الرياضيات الكورس الثاني من قبل الدكتور علي حسين العبيدي. سنتناول في هذا الفصل الأعداد الطبيعية والخصائص والبديهيات والعمليات المعرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية. في بعض الأحيان نتصور كيف نمثل الأعداد الطبيعية، مثلا العدد 7، حيث أننا نقوم بمقارنته مع أشياء كسبع تفاحات. ولكوننا نتعامل مع مفاهيم رياضية اعتمدت على مفهوم المجموعات، لذلك سنمثل الأعداد بشكل مجموعات. ولكون هذه المقارنة قد تؤدي إلى لبس، لكن سنحاول تبسيط هذه المقارنة. Natural numbers. Someone asks, how many is 7? How can we define natural numbers? If we don't know the number, we can use the sets to count the number. This chapter includes some definition and properties related to natural numbers. 5.1. Natural numbers and Peano axiom. We will define the set of natural numbers without using any new concept that we don't know before. طبعا هذا البند راح نتناول به الأعداد الطبيعية، نعرفها وأهم الخصائص اللي تتميز بها الأعداد الطبيعية، منها بديهيات بيانو. في هذا البند راح تكون الأعداد الطبيعية معرفة باستخدام المجموعات، كون أننا اعتمدنا على مفهوم المجموعة لتعريف العدد، ويكون أن تعريف المجموعة أخذناه في المواضيع السابقة، فما راح نعتمد على أي تعريف، فلذلك ما راح نعتمد في أي تعريف على مفهوم جديد. Then we will show its axiom called Peano axiom. وبعد ذلك سنعرض بديهيات تدعى بديهيات. Definition 5.1. Let A be a set, then the successor of set A is denoted by A plus and given as A plus equal A union the set of A. التعريف هذا هو تعريف التابع للمجموعة A. التابع للمجموعة A هو يعطى بشكل A بلس، وهو اتحاد المجموعة مع عناصرها. طبعا هذا راح يشكل لبس أدنى، ليش؟ لأن حقيقة ما نقدر نتخيل أن المجموعة والعناصر مالتهم صايرات مجموعة واحدة، فراح ناخذ هذا المثال حتى نوضح هذا الشيء. The above definition is very confusing. يعني المثال الأعلى كان جدا مربك. Because this union contains the elements of its set. لأن هذا الاتحاد راح يحتوي على العناصر والمجموعة الخاصة بها. To clarify this, لتوضيح ذلك, we present the following example. سوف نقدم هذا المثال. بهذا المثال راح افترض انه الفاي تساويني الصفر، هو منطقي. ليش؟ لان الفاي هي مجموعة ما تحتوي على اي عنصر. من الناحية المنطقية الصفر هو اي مجموعة ما تحتوي على اي عنصر، يعني كأنما عنده غرفة كان بيها طلاب، وهذه الطلاب طلع يعني خرجوا من الغرفة، لذلك الغرفة بقت فارغة. لذا أقدر أقول أنه عدد الطلاب الموجودين في هذا الصف هو صفر. من هذا راح أعرف الفاي بلس اللي هو تابع المجموعة، تابع مجموعة الفاي، وأقدر أقول أنه هو 0 بلس.
طبعا من التعريف الباي بلس هو شو راح يساوي لنا؟ الباي اتحاد مجموعة الباي واللي شي يساوينا يساوينا الباي اتحاد مجموعة صفر. وبالتالي راح احصل انه 0 بلس هو مجموعة تحتوي بس على الزيرو، يعني معناته انه هي مجموعة تحتوي على عنصر واحد. فاقدر امثل انه هذه المجموعة اللي تحتوي على عنصر واحد كأنما طالب موجود في صف، فاقدر اقول انه الواحد يساوي لي 0 بلس وهذا يعني لي انه هو مجموعة اللي تحتوي على عنصر صفر. من هنا راح اثبت هذه تحت اليد وراح نعمم كلامنا. هسه راح اجي اقول انه الواحد بلس يساوي الواحد اتحاد مجموعة الواحد، وهذا يساوي لي الواحد هو مجموعة الصفر. اتحاد الواحد راح يساوي لي صفر واحد، وهنا حصلت على مجموعة بها عنصرين الصفر والواحد. فمن هنا اقدر اتخيل انه هذه هي تمثل العدد اثنين، فاقدر اقول هنا اثنين راح يساوي لي الواحد بلاص، وهذا راح يساوي لنا مجموعة الصفر والواحد. وهنا صار عندي الحالة الثانية. نجي على الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هنا راح أقول الاثنين بلاص راح يساوي الاثنين اتحاد الاثنين أو مجموعة الاثنين وهذا يساوي لي الاثنين هي مجموعة اللي تحتوي صفر واحد اتحاد الاثنين مجموعة الاثنين، وبالتالي هذا راح احصل من عنده انه الاثنين بلاص تحتوي على صفر والواحد
واثنين. يعني من هذا أقدر أقول أنه الثلاثة تحتوي على ثلاث عناصر مجموعة، وهذا هو 2 بلس، والاثنين بلس هي العناصر اللي تحويها 0 1 2. هسه راح نجي على تعميم هذا الحكي. يعني هسه لو عندي n، شلون راح تكون هاي ال n؟ الان راح تساوي لي اكيد اقل منها بواحد، مثل ما شفنا هنا وهنا، يعني n ناقص واحد الكل بلس، وهذا يساوي لي المجموعة بها 0 1 إلى n ناقص 1. هذا هو القانون اللي راح نعتمده، وراح نشوف تعريف هنا راح يكون مطابق له. تعريف definition 5.3: for any element n in non-empty set A, n is called the successor of n and given as n plus equal n plus 1 equal 0 1 2 2 n. يعني لأي عنصر n في مجموعة غير خالية non-empty set A، فالn plus يدعى التابع لn و يعطى بالشكل التالي: n plus equal n plus 1، وهذا ال n plus 1 يساوي لنا 0 1 2 الى n. النظرية هاي كلش مهمة، تبين انه اذا كان ال m ينتمي الى ال n plus، اذا وفقط اذا ال m محتوات بال n plus. هل نجي نشوف البرهان مالته؟ البرهان مالته يعتمد على من؟ على التعريف. يعني هسه اولا عندنا الان ينتمي لمن؟ للان بلس. يعني إذا الآن ينتمي إلى الآن بلاس، إذا وفقط إذا أم محتوى في الآن بلاس، طبعا راح أخذ اتجاه أبر هنا، أخذ هذا الاتجاه الأول، يعني راح افرض انه ام ينتمي الى ان بلس
وإذا بين أنه هذا الشيء متحقق. إذا الأم ينتمي للأن بلاس، خلنا نجي أول مرة نرسم شنو الأن بلاس. هذا الصفر، هنا عندنا الأن. فإذا الأم ينتمي للأم بلس راح يكون موقعه هنا في أي مكان من هنا لهنا، يعني خلي نكتب أم ينتمي للأم أن بلس، والأن بلس يساوينا المجموعة من صفر واحد إلى N. يعني معناته أنه الآن راح يكون موجود لو أفرض هنا هذا الآن ناقص واحد. ليش أم ناقص واحد؟ لأن الآن شنو القيم مالته؟ الأم القيم مالته حسب التعريف راح تكون من الصفر إلى أم ناقص واحد. من الصفر إلى أم ناقص واحد، فيعني الآن راح يكون بهذا المكان، يعني هنا مثلا، وبالتالي راح يكون محتويات، لأن لو تشوفون هذه وين محتويات؟ محتويات بالمجموعة هذه اللي هي من الصفر واحد أم ناقص واحد، بعدين راح نكمل أم إلى أن نوصل إلى أن وهذه شو تساوي للمجموعة؟ تساوي لي أن بلس. فلذلك الآن راح تكون محتويات بالأن بلس، وهذا برهان الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني بالعكس، يعني أبدأ من هنا، هذا راح هاي العبارة راح تؤدي إلى هذا الشيء، وهذا الشيء يؤدي إلى هذه العبارة، وبالتالي برهننا الجزء هذا.